السلام عليكم الخوت، نهاركم مبروك. تحياتي لكم الاخوان. عندنا الخوت عند العشرة، غنصيفطوهم ان شاء الله لبوز الكورة. هذوك الخمسة الخوت اللي كنت صورت، راه تم البيع ديالهم 42 2100 درهم، وكان قال لي الخوت زيدني خمسة اخرين، شريتهم لي الخوت المشرة ديالهم 39000 1850 درهم على الاخوان. الله يبارك ومرحبا بالجميع. راه بتاريخ الخوت 22/8/2023، ومرحبا بكاع المشاهدين. اللي بغى شي حاجه راه مرحبا به، شي حاجه راه نقيه الاخوان. الله يبارك، انا مليح تبارك الله، اللهم بارك. قارنو توب وزين، الله يبارك. شي خمسه الخوت راه ب 42 2100 درهم، وخمسه الخوت ب 39 المشره ديالهم 1850 درهم. وما تنساوناش الخوت باللايك ديالكم وفرجه ممتعه، وان شاء الله راه غادي نشارجيوهم، غنديهم ان شاء الله لبوز الكره. والله يدير الخير، وتحيه لكاع المشاهدين اللي كيشاهدونا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. والله يستر الامور الخوت، والله يدير الخير. تبارك الله عليكم الخوت، ومرحبا بكاع المشاهدين، مرحبا بالجميع الخوت، مرحبا، تحياتي لكم. يلا فرجه ممتعه الخوت. بارك الاخوان، هي السلعه راه نزلناها اليوم. ايوا الله يستر الامور. هاي جات عندكم زوينه، تبارك الله. المشره ديالهم من هنا؟ لا لا، هذه هنا يا شيرين، هما من السواق. هي والله يستر الامور، الخير راه مليح تبارك الله. هادشي اللي كاين راه نقله ان شاء الله، وغتفكرنا بهم. ها والله ان شاء الله غتفكرنا بهم، شي حاجه راه زينه. هذا هو اللي كاين. الله يبارك الاخوان، الله يدير الخير. النعجات راه ديول والخوت، انا رجت ليا الخرفان، عشرات الخرفان. الله يبارك، شي حاجه راه نقيه تبارك الله. والله يدير الخير، وتحيه لكاع المشاهدين اللي كيشاهدونا. تخليهم معزولين، سير يلا. الله يبارك عليك، شي حاجه راه مليحه تبارك الله. لا خويا ما تخليش النقله تبارك الله. الله يبارك. ها؟ سير يلا. الله يستر لك، هذا قول كاين تبارك الله عليك. الله يستر الامور، شي حاجه راه زوينه. والله يدير الخير الخوت، تحياتي لكم كبيره، وكنشكروكم الخوت. واللي بغى شي حاجه راه مرحبا، راه يتواصل معايا ان شاء الله. الخرفان اللي جبت لي الخوت، ايوا تبارك الله عليكم، الله يستر الامور، الله يسهل على الجميع. هادشي اللي كاين الخوت، وكنشكروا كاع الناس اللي كيتبعونا. ياك هذاك الشيء اللي صورنا وكذاك اموري هذيك، ايوا هذا هو اللي كاين تبارك الله عليك. عمو في التليفون راه يبان كبار، يبان احنا خدنا لك، شوف خدنا لك نقله زينه، شي حاجه راه زوينه. هذا هو اللي كاين، ايوا الله يدير الخير.